اهلا بحضراتكم من جديد ومستمرين بالتاكيد في الحوار مع الناقد الرياضي الاستاذ احمد عويس. طيب ابو حميد، كنت بتكلم قبل ما اطلع فاصل على موضوع ملف التحكيم والتغييرات اللي طرقت على اللجنه. الحلقه يوم الثلاثاء اللي فات لما سالتك على الموضوع ده انت بتضحك؟ انت قلت لي في اسم مرشح ممكن يمسك اللجنه وما كانش قبل كده سبق ليه رئاسه اللجنه وممكن يكون حكم جديد في هذه الجزئيه. ال 48 ساعة الماضية اكتشفت ان في بعض الاخبار قالت او اتكتبت فيها ان جهاد جريشة كان مرشح، وان جهاد جريشة في بعض المسؤولين بيقنعوه بالاعتزال ورئاسة اللجنة. ملف ده بقى انت شايفه ازاي ومعلوماتك فيه؟ واعتقد متاح بالنسبة لك انك ممكن تتكلم فيه طالما ان في بعض المعلومات طلعت في هذا الامر. وخلاص اللجنة بالتشكيل الحالي من خلال الكابتن عزب حجاج والكابتن وجيه احمد هم المسؤولين عن ادارة اللجنة الفترة الجاية. بص، زي ما قلت لك، لحد ما الدوري ما يتاخد قرار في عوده الدوري اللجنه هتفضل زي ما هي بالكابتن عزب والكابتن وجيه. تمام. لو الدوري رجع هيجي رئيس لجنه. مين هو؟ احنا انا قلت لك المره اللي فاتت انه في وجه قديم ووجه جديد خالص عمره ما تولى الموضوع. كابتن جهاد جريشه بيحاولوا يقنعوه بالموضوع وهو ابدا موافقه مبدئيه. طيب اول حاجه، مين اللي بيحاول يقنعه؟ حد من اعضاء اللجنه الخماسيه. الاتحاد نفسه. الاتحاد تمام. الاتحاد وبعض الحكام، لانه كابتن جهاد بيحظى ب بحال يعني ناس كتير في بحب منه، يعني شخصيه محترمه الناس بتقدره والناس بتحاول. هل هيوافق او هيكمل؟ لسه ما حدش عارف، ولكن الموضوع هم اصلا انت دلوقتي لسه الدوري هيرجع في شهر 6. بقى هتقولي الحكام هيستعدوا ازاي؟ الحكام هيستعدوا زيهم زي الفرق، لانه انت مش محتاج دلوقتي رئيس لجنه عشان انك ما عندكش ماتشات، مش هتحط، مفيش تعيينات للمباريات، مفيش بالزبط. انت بتعمل الامور الاداريه بتاعه اللجنه وتسيير زي بيقولوا كده ايه، تسيير اعمال. لو في قرار اتاخد ان الدوري هيرجع مثلا 5 6 او 6 6 او بدايه شهر 6، هتلاقي في بدايه مايو انه في رئيس للجنة. مين هو بقى؟ زي ما قلت لك لسه المشاورات، ممكن تلاقي اسم الاسماء القديمه جه، ممكن تتفاجئ وتلاقي كابتن عصام عبد الفتاح موجود، بس هو اعلن انه مش هيقدر يجي يمسك في التوقيت الحالي. هو مستني الانتخابات. 8 سنين ولا لا؟ لسه الموضوع مش محسوم بالنسبه مش محسوم يعني. ولكن لو اتحسم الموضوع، لان انت في خلال برضو شهر بكتير اي حاجه جديده هتظهر للنور وهيتعرف فيها بقى 8 سنين هل هيتم تطبيقه باثر رجعي ولا مش تم تطبيقه باثر رجعي. لو تم تطبيقه باثر رجعي خلاص، في مجموعه كبيره من الناس كانت موجوده، كابتن خالد لطيف، كابتن سيف زاهر، كابتن عصام عبد الفتاح، كابتن احمد مجاهد، المجموعه دي مش تبقى موجوده. فالكابتن عصام بيشوف دي عشان يقول يا يمسك لجنه يا اما يبقى خليفه. كابتن عصام اعتقد انه لو لم يتم تطبيق قرار 8 سنين باثر رجعي بنسبه 100% داخل انتخابات اتحاد الكوره القادمه. تمام. وكابتن جهاد جريشه، واعتقد ان هم الاسمين الابرز في التوقيت ده. طب هل ممكن الكابتن جهاد جريشه يتنازل عن حلم ان هو يكون حكم في كاس عالم من تاني، حكم في دوره اولمبيه من تاني، حكم مصنف في افريقيا من افضل 3 4 حكام في القاره الافريقيه؟ ايه الداعي اللي ممكن يخليه يتنازل عن كل ده في سبيل انه يرأس اللجنه؟ هو ممكن بعد ما يرأسها يسيبها. يعني كابتن جمال غندور ما قعدش شهور قليله جدا. هو حقق حلمه، لعب في كاس العالم، لعب افريقيا، عمل حاجات كتير، وهو ممكن يكون عايز يكتفي بده وهيبدا. واضح انه ممكن يكون عنده طموحات تمام لتطوير التحكيم في مصر او كابتن سمير اعتقد حسم، يعني احنا قدامنا صور كابتن وجيه وكابتن سمير. كابتن سمير حسم اعتقد ان محمود عاشور، ابراهيم نور الدين، انا في تحقيق النهارده على فكره عند ابراهيم نور الدين في الاتحاد عشان تجاوز بتاع لي امبارح اتوقف الحكم سعيد حمزه 3 شهور 3 شهور اللي هم 4 و5 وهيتوقف له ماتشين في 6 انت خدتها من الشهور الميلاديه ومفيش دوري. كابتن وجيه مش جديد عليه رئاسه اللجنه في التوقيت الحالي، سبق ليه في بعض الفترات هو طول الوقت لانه كابتن وجيه طول الوقت موجود في اللجنه. يعني هو طول الوقت هو رجل المهام الصعبه، المرحله الانتقاليه يعني. طيب. اللي هو طول الوقت الكابتن فتحي مبروك بالظبط كده زي زمان بالظبط. فهو طول الوقت اللي بيجي في المرحله الانتقاليه في ظروف صعبه، وهو الحقيقه حد محترم. كابتن سمير اعتقد ممكن يكون ليه توجه الفتره الجايه، فموضوع لجنه الحكام حاليا مش شاغله بال حكام كتير في الفتره الحاليه عشان مفيش كوره. ما هي الفكره ايه؟ انت مفيش كوره، اول ما الكوره ترجع تلاقي كلها تشغل بال الناس كلها. حتى الانديه نفسها تبدا
لا انت جبت فلان لا ما ده ما ينفعش، لا انت جبت فلان ده ما ينفعش، اصل ده اهلاوي اصل ده زملكاوي اصل ده اسماعيلاوي اصل هتلاقي الكلام كتير قوي على، ف ما حدش واخد باله عشان لسه مسابقه ما رجعتش. طيب.